مصالحة بالأصل، ولكن بالإمكان يعني هو مرض صار يعني يسري كل مجتمع الشعب الفلسطيني، وعلينا نتعايش معه. وبصراحة أنا لا أؤمن يعني بأي اجتماعات ممكن أن ينتج أو يتمخض عنها أي شيء، لسبب واحد، لأنه زي ما قلنا كل ما يتم طرحه على الطاولة ليس بالشيء الجدي وليس بالشيء الحقيقي وليس بالشيء المطلوب. بالإمكان التفاهم عليه بسهولة وبسرعة شديدة، يعني خاصة أنه المسائل أو الوضع اللي بيعيش الشعب الفلسطيني مش وضع طبيعي، إنما هو وضع يعني يحتاج إلى وقفة جدية كاملة. نأمل إن شاء الله يا ربي إنه بتكون وبتتم فعليا، لأنه غير هيك ما رح ترجع فلسطين يعني. وإن شاء الله يا ربي بتتم مصالحة بين الفصائل كلياتها، وبتتم إن شاء الله إنه نضل كلياتنا تحت وطن فلسطين واحد موحد وتحت شعار فلسطيني واحد فقط لا غير. يعني أعتقد في هذه الفترة أعتقد أن اتفاق المصالحة في طريقه إلى النجاح، ربما جاء في ظروف صعبة يمر بها الشعب الفلسطيني، تحديدا فيما يتعلق بالهبة الشعبية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية والقمع الإسرائيلي لأبناء شعبنا. نتحدث عن مئات الشهداء وألاف الجرحى وألاف المعتقلين. نحن نتحدث عن أوضاع صعبة سواء تعيشها حركة حماس في قطاع غزة أو أبناء الشعب الفلسطيني إخواننا في القطاع. أنا صراحة من خلال خبرتي لاتفاق المصالحة برأيي لن يكون هناك مصالحة حقيقية على أرض الواقع، لأننا نحن أبناء شعب فلسطيني مللنا من المصالحة، مللنا من الاتفاقيات خصوصا في القاهرة وفي اتفاق الدوحة وغيرها. لذلك نحن كأبناء شعب فلسطيني مللنا صراحة، يعني يقولون بأن تم الاتفاق على بنود القاهرة، تم الاتفاق على بنود الدوحة، ولا لا يوجد هناك تطبيق على أرض الواقع. برأيي لن يكون هناك مصالحة. نتأمل إن شاء الله إنه بيتم بينهم المصالحة حتى إنهم يحرروا فلسطين، ونأمل إن شاء الله إنهم دائما بتوفقوا، نأمل إنه على أساس إنهم يحلوا كل مشاكل هاي اللي بتصير عنا. إن شاء الله يكون جدي، يعني إحنا نأمل إنه يكون جدي لأنه بكفي صراع بين الطرفين، فنأمل إنه يكون جدي يعني. لعله خير، الأيام الجاية راح تثبت يعني إنه كان جدي فعلا ولا كان بس حكي فارط بين القيادات فوق. راح يفيد الشعب كثير يعني إنه خلص تنحل الأمور وتصير حكومة والضفة تتوحد مع غزة يعني، ونصير كلنا شعب واحد يعني، بدل ما نصير إحنا منقسمين حاليا. أنا ما بعتقد إنه اتفاق المصالحة يكون جدي ويزبط، لأنه أصلاً كل الأحزاب اللي بدها تيجي تعمل هاي المصالحة هي بأديولوجيات مختلفة وعلى أرضيات مختلفة تقف، والتجارب السابقة في المصالحة اللي كانت تصير بمكة وغيرها وفي القاهرة وغيرها من المحاولات فشلت، فأنا بعتقد إنه ولا عمره أصلاً رح يصير في عنا مصالحة جدية في الشعب الفلسطيني.